نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغل أشواق. معلش بقى انا عايز اتاكد الصوت واضح ولا ايه، عشان انا مش انا اصلا مش عارف الصوت منين، عشان لسه بكونفيجر اللاب، فمش عارف الصوت كده واضح زي الاول. طيب عامه النهارده يعني للاسف انا مش هقدر اعمل شير للسكرين، علشان ما اللاب تقريبا معلوش اي بروجرامز، يعني معلوش الويب سيرفر ولا عليه التكست اديتور للاسف، لسه ما عملتش اي حاجه نيو اند كلين، ما فيش اي حاجه، فانا هضطر ان انا هكتب على الوايت بورد والناس هتبدا تتابع معايا. نتوكل على الله ونبدا محاضره النهارده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد اسماعيل. صح، الناس كلها ما شاء الله مركزه مع السيجاره، يعني كله عارف ان انا بشرب سيجاره. طيب ماشي، عامة كل واحد اللي عايز يولع سيجارة يولع سيجارة، يعني عشان خلاص هنبدأ. طيب عامة في آخر محاضرة كنا عملنا فورم، والفورم بتاعتنا كان عن ان بنعمل اد نيو سبجكت. يا انيس والله انا عارف، والله ربنا يتوب علينا منها يا رب. طيب نرجع لكلامنا، احنا كنا عملنا فورم، الفورم بتاعتنا كان عن اد نيو سبجكت، كنا عاملين فورم لادينج نيو سبجكت، وعملنا تيست للفورم ولقيناها شغالة تمام. بس طبعا احنا كنا عاملين في الفورم بتاعتنا ان احنا هنودي السبجكتس على another page، البيج كانت not already created، ما كناش لسه كريتنا البيج، وقلنا احنا هنبدأ نكريت البيج المرة اللي جاية ان شاء الله. طبعا خلينا النهارده هنكريت البيج، وهنعمل ازاي هنقدر نكونكت او نأد نيو سبجكت inside the PHP. احنا اتعلمنا ازاي ازاي نأد سبجكت جوه ال SQL، ده احنا عملناه في البداية، عملنا ازاي نقدر نأد سبجكت او نأد فاليتي للسبجكت من على ال MySQL but not inside the PHP. ده اللي احنا هنعمله النهاردة، هنوريكم ازاي بنعمله. الحاجة اللي أنا مش هقدر أعملها النهاردة للأسف، إن أنا مش هقدر أكتب على التكست إديتور أو أقدر أعمل شير سكرين. كريت سبجكت بيج، إحنا لسه ما كريتناش البيج بتاعت الكريت سبجكت بيج، يعني إحنا كان عندنا بيج لينكد إنسايد ذا نيو سبجكت اللي هي اسمها كريت أندرسكور subject dot php insert the subject. احنا هنبدأ ن insert the subject، دي أول حاجة هنعملها، يعني الأول هن create ال subject ال create subject page. فاحنا هن create page dot php وهنحطها في الروت اللي هي في الفايل بتاع ال widget core، ويدجت اندرسكور كورب. الناس تعمل الكلام ده دلوقتي، يلا. طبعا احنا بنعمل الكلام ده، بنفتح تكست اديتور وبنعمل نيو وبنختار الاكستنشن بتاعه بي اتش بي وبنسمي البيج بتاعتنا كرييت اندرسكور سبجكت زي ما انا كاتبها كده، وبنعمل لها سيف انسايد ذا روت في الويدجت كورب، مش في انسايد فولدر انسايد ذا ويدجت كورب، يبقى في الروت بار. للاسف ما انا بقول انا من الصبح عمال اقول مفيش شير سكرين توداي ذير از نو شير سكرين، علشان انا لو عملت شير سكرين مش هتشوف، يعني مش هتشوف حاجه، انا مفيش حاجه شيره، لان مفيش بروجرامز عندي على اللاب يت. اوكي
بس انا هكتب الكودز، يعني انا هكتب الكودز هنا والناس هتتجمل الكلام ده في الـ في التكست اديت. مثلا البيج بتاعتنا هيبقى شكلها عامل كده، احنا قلنا كرييت سبجكت بيج لاين بس كده. اول حاجه هناخدها من الكونتنت بيج بتاعتنا، ان احنا هناخد الريكوايرز بتاعتنا بتاعت ريكوايرز الانكلود اللي هي بتاعت الكونكشن والفانكشنز. يعني اوريدي لازم نحط الكلام ده at the top of the page. يعني هنفتح بي اتش بي، هنلاقي في حاجه اسمها require underscore once، واحنا قلنا ليه بنستخدم underscore once sorry require once. وبنحط اللينك بتاع include slash connection dot php and then double quotes and the close of the parentheses with the semicolons and the end of the php and then another require once the php require underscore once open parentheses and double quotes and then another include slash and functions dot php and the double quotes and end of parentheses the semicolon and the close of the php. تمام. طبعا عشان الصفحة بتاعتنا مش هيبقى فيها اي HTML فاحنا مش هن close the connection، يعني مش هنعمل require او هناخد include او require لل end of the connection، بس احنا هنكتبه manually. اوكي. فهنعمل end of the connection php mysql underscore close and open parentheses connection and semicolons and this the close of the connection. كده بقى احنا قفلنا الكونكشن بتاعت الماي اس كيو ال. احنا عملنا انكلود او عملنا ريكواير وانس للكونكشن. الناس اللي عندها الفايل الكامل بتاع الويدجت كورب، عامه الناس اللي ما عندهاش الكلام ده هتلاقيه موجود في الجروب. احنا دايما بنحط الابديتس، يمكن زميلنا محمد اسماعيل حاط لنا اخر ابديت للويدجت كود كامل على الجروب، هنلاقي الكلام ده على الجروب. الناس اللي ما عندهاش ممكن تداونلوده وهتبقى عندها ومساحته مش كبيره. هيعرفوا ان الكونكشن او الانكلود الكونكشن ده هيلاقوا الفايل بتاعه موجود والفانكشنز كمان موجود، فمش هيبقى فيه مشكله. مجرد من انت تفتحه بس في تكست اديتور هتعرف احنا بنتكلم عن ايه. دي حاجه. وعلشان احنا مش هنعمل ريكواير او انكلود للكلوز بتاع الكونكشن فاحنا كتبناه بايدينا. هنبدا دلوقتي نحط كنا بنتكلم عن 3 values اللي هي كانت المنيو نيم وبوزيشن وفيزيبل، دي اللي احنا كنا كريتناها في الماي اس كيو ال. انا هنسبميت الكلام ده انسايد بي اتش بي، فهنعمل منيو نيم menu underscore name equals to هنسيبها فاضية شوية دلوقتي، وبعدين هنعمل ال position equals to برضه هنسيبها فاضية شوية كده نرجع لها تاني and then the last thing is visible and it equals to. وطبعا عرفنا احنا بنبسط الكلام ده ازاي، نحط الفاليوز بتاعتها. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن سوبر جلوبال بوست، هو هيبقى
post بعد تحط brackets single quote وبعد بس the value of the menu name same quote plus the brackets semicolons. طيب زي ما كنا بنعمل في الماي اس كيو ال كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول insert into subject تمام؟ ولما بنعمل insert into subject طبعا عشان ما فيش عادي احنا ممكن ناخد spaces زي ما احنا عايزين ف هنتكلم عن menu name دي arguments بتاعتنا menu name ممكن نحط value للكلام ده وممكن ما نحطش ممكن نسيبها تعمل auto increment احنا already عاملين لها auto increment فهنسيب ال id value بتاعتها to increment عامة احنا هنسيبها مش هنعمل حاجة لكن احنا هنا بنتكلم عن ان menu name لو احنا كنا بنتكلم عن المنيو نيم فالمنيو نيم هنا string والstring لازم يبقى لي single quote inside the single quote لكن position و visible دول integers numbers so مش هتفرق ان هما يكونوا inside the single quotes or not مش هتفرق كتير لكن عامة هي ما فيش مشكلة تمام not the value so ممكن نقفل ال parentheses هنا وبعدين نحط ال values and open new parentheses ونبدأ نتكلم عن نفس الارجمنت اللي احنا بنتكلم عنها فوق اللي هي المنيو نيم لكن هنعملهم على انهم variables menu underscore name and then position sorry and then visible get the semicolons طبعا زي ما قلنا احنا عندنا المنيو نيم علشان هي string فلازم تكون inside a single quote at the same time قبل ما تكون inside a single quote لازم يكون في brackets ممكن جوه brackets تبقى our inside the brackets same as the position and visible and see it in a dollar sign تمام not necessary between the brackets in our case not necessary if it's sorry ثانية واحدة بس كده أنيس أقول لك أنا if it's not necessary or not even if it's not يا أنيس لو هي it's not necessary إن أنا أحط ال brackets حوالينها ال menu name أو ال position أو ال visible فده هيرجع هذا يرجع اللي هنتكلم عنه في شوية قدام يعني أنا هقول لك ليه احنا بنحط brackets حوالين قدام بس إيه خلينا نحط دلوقتي ال brackets وبعدين هقول لك ليه لكن هي لو أنت شايفها not necessary now بس لأن احنا ما بنعملش solid codes لل adding subject يعني ما نقدرش نقول ان ده السوليد كود اللي احنا هنمشي عليه ان احنا اوريدي هيبقى فيه ريفاكتورنج وفي تعديل كتير في الكود بتاعنا لكن
ما نقدرش نقول ده السوليد. ف خلينا نمشي على كده دلوقتي وهقول لك ايه بعدين. وانت بتسأل لي يا محمد اسماعيل ولا انت بتجاوب على الانيس؟ عامة يا محمد اسماعيل، هو كون ان انا احط ان انا باس ارجمنت من سوبر جلوبال فاريبل انسايد، فكون ان انا احط براكتس فانا عايز احطه انسايد براكتس علشان احدد بيه حاجه. لو انا احدد بيه حاجه او احدد بيه فاليو، احط امتى ما احطش امتى. تمام. امتى تحط البرانتسيز او البراكتس؟ لما يكون اوريدي انا بتكلم عن ارجيومنت مش عايز اتلخبط فيها. دي حاجه ليك انت عامه. يعني انت لو سبت البوزيشن والفيزيبل هيباس ذا ارجمنت، يعني بس الارجمنت بتاعتك ما فيهاش مشكله، يعني هيديك الفاليوز بتاعتك ان هو بيطلع في النهايه بيطلع لك انتجرز اند سترينجز. تمام. لكن السؤال ما يجيش كده. لو انت جربت فعلا ان انت تطلع من سوبر جلوبال فاريبل ان انت تطلع منه قيمه تحطها انسايد براكتس وانت ما تحطهاش انسايد براكتس، يعني انت ممكن تجرب الكلام ده دلوقتي كده زي ما هو مكتوب دلوقتي كده، وتروح على البيج بتاع الكرييت سبجكت وتعمل ريلود وتشوف هيديك المنيو نيم والبوزيشن والفيزيبل بتاعك مظبوط ولا هيقف معاك. ولو شلت البراكتس ايه اللي هيحصل؟ تعرف فعلا مهم ان انا باست ارجمنت من السوبر جلوبال فاريبل ولا لا، انسايد براكتس ولا لا. لكن عامه لما تكون انسايد برانتسيز ده بينا اي حاجه او اي لخبطه عامه، انا عامه بعمل كده اني ما عنديش استعداد ان ارجع ابص على الكودز تاني طالما انا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلمني يعني انا اسيبك 10 دقايق اجي الاقي كل ده مكتوب فيه يعني. اسيبك 10 دقايق بس ابص اجي الاقي ايه يا علام فيه علام. فعلا مشاغب. مش هينفع كده يا علام. اوكي ماشي، بس انا مش دكتور والله. مش دكتور. طيب this لومي اوكي. ماشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مش دكتور ومش شيخ يا جماعة والله.
عامة كل واحد يحب يندب اللي يحب يندب بيه، مفيش مشكلة. اللي شايف دكتور دكتور، واللي شايف شيخ شيخ، واللي شايف أستاذ أستاذ، يعني وات ايفر المسميات، لكن الشخص واحد في النهاية إن شاء الله. طيب دايما بسأل، أنا دايما بحب أسأل الناس اللي داخلة لأول مرة، لو الناس أنت عندك خلفية عن البي اتش بي ولا لأ؟ والسيف برضو أول مرة، ماشي. طيب عامة الناس اللي ما عندهاش خلفية عن البي اتش بي نهائي، تمام. الناس اللي ما عندهاش خلفية عن البي اتش بي نهائي، طبعا عايزين الناس اللي عايزة فعلا تكمل معانا، ان احنا في ادفانسد كورس. الناس اللي عايزة تتابع معانا وتكمل معانا لازم تتفرج على الاسينشال كورس اللي انا اديته في الاول. ده الجروب، ده الفيسبوك جروب، تمام. ده الفيسبوك جروب اللي فيه الادفانسد كورس. اما الاسينشال كورس ده كورس قديم اديته قبل كده، هتلاقوا لينكاته برضو على الجروب او على الاكاديمي تقريبا. ليهم جروب تقريبا برضو تقريبا، تمام. ده اليوتيوب اهو، تمام. هتلاقوا على اليوتيوب شانل عامة، هتلاقوا فيه الاسينشال كورس القديم ده، فيه يعتبر التولز اللي بتخليك تقدر تكمل الادفانسد كورس. دايما بقول مفيش مانع ان انت تكمل او تحضر المحاضرة، في نفس الوقت تكون بتتفرج وبتخلص الاسينشال كورس. الاسينشال كورس لو انت تتفرج عليه مش هياخد منك اسبوع، يعني مستحيل ياخد اسبوع او 5 ايام. يمكن لو انت قعدت قريتهم كده وطبقتهم في خلال 5 6 ايام هتكون خلصت من الاسينشال كورس، مفيش مشكلة. دايما الناس اللي احنا بنقول الناس اللي بتواجه مشكلة في ال whatever even if it's an essential course or advanced course بيتابعونا على الجروب، تمام. فإن شاء الله الناس تتابع الكورس وتبدأ تكمل معانا، مفيش مشكلة. أما بالنسبة ليك يا علام فأنا مش عارف أعمل معاك إيه. طيب طيب نرجع نكمل. طبعا احنا خلاص عملنا الانسرت بتاعنا، فاضل لنا حاجه واحده صغيره اللي هي الماي اس كيو ال. طبعا الماي اس كيو ال كويري، ماي اس كيو ال اندرسكور كويري، وطبعا بنتكلم عن الكويري، طبعا بس في الكويري وفي نفس الوقت الكونكشن، دول التو variables. subject ايه؟ subject ايه يا اسماعيل؟ insert into subjects. yes. yep. ماشي يا اسماعيل، good job. ماشي، انا احب الناس صح كده. connection، تمام. and parentheses and semicolons. طيب انا دلوقتي عايز اتست ان الكلام ده شغال ولا مش شغال. طيب انا هعمل ايه؟ فانا ممكن اقول له if my SQL query، هنشيل بقى parentheses وهنفتح brackets، سوري. يبقى هنقول له if it succeeds هيعمل ايه؟ ممكن اقول له success، if it succeeds so it's success،
else else display هنقول له بقى ايه؟ هنقول display error message تمام؟ مش أكتر يعني. And then we will echo افتح الباراجراف ده HTML tags وهنقول له subject creation failed تمام ونقفل ال paragraph tag نطلع الكلام ده with echo another paragraph tag احنا عارفين بنعمل الكلام ده ازاي concatenation في MySQL to return ايه ده يا ست تقول ايه؟ انت كاتب ايه يا سيف مش فاهم مش فاهم سيف سيف وانت انت دي انت اول مرة تحضر يا سيف انت لسه جديد اكيد طبعا لازم ما تبقاش عارف احنا بنتكلم عن ايه ما انا عشان كده بقول الناس اللي لسه جديدة الناس اللي لسه جديدة هو فات كم محاضرة فات كم محاضرة في الادفانسد كورس نقدر نقول 8 يعني اكشوال 8 ماشي هو الدعم الفني بيقول 21 بس هو فيهم في محاضرات ناقصة يعني لكن هو احنا لغاية دلوقتي اوريدي 8 او 9 محاضرات تقريبا 9 محاضرات تقريبا اللي فيهم من ساعة ما ابتدينا لغاية دلوقتي المحاضرات اللي ناقصه دي لسه بتتكمل يعني انا بسجلها وبرفعها يعني لكن لغايه دلوقتي هم من الاصل 9 محاضرات دول اللي موجودين متسجلين على اليوتيوب على ادفانسد كورس تمام انا بقول الناس تتابع ليه علشان احنا دايما في اخر المحاضره بناخد وقت الناس اللي عايزه تسال عن حاجه اسأل عنها الناس اللي عندها استفسار عن حاجة دايما بنحط اللينكات كلها في آخر المحاضرة لينك الجروب لينك اليوتيوب لينك حتى الفيسبوك اكاونت بتاعي بيتحط برضه عشان الناس اللي عايزة تكونكت الجيميل الناس عشان عايز تبعت التاسكس الناس اللي عايز تسأل عن حاجة عامة دايما كله بيبقى في آخر المحاضرة الناس اللي لسه جديده لازم تتابع السيرش كورس ده ضروري مش تقدر تكمل معانا اللي بيواجه مشكله هو بيتفرج مثلا او لقى حاجه ناقصه بيرجع يكلمني لو في حاجه عنده مش قادر يعملها وبنحلها مع بعض مفيش مشكله يعني دايما حتى في اخر السيرش كورس في تاسك او فاينل تيست كده لازم تعمله عشان نقدر نقول ان انت اوريدي تقدر تكمل في الادفانسد كورس ولا لا فلو في أي حد عنده مشكلة يقول الصوت بيتقطع في حد عنده الصوت بيقطع عامة يعني لو انا صوتي ما بيقطعش يعني انا ما بقطعش صوتي ما فيش عندي حتى الكونكشن معقولة The task for the next time ان شاء الله التاسك انا هحطه في الجروب هحط التاسك في الجروب ان شاء الله غير ان في حاجة مهمة انا لازم اعملها يعني ان شاء الله علشان
لغايه الكرييتنج قبل ما نبدا نعمل ابديت لل الماي اس كيو ال او الداتابيس بتاعتنا من البي اتش بي. فانا هحط تاسك صغير كده عشان عايز اعرف المشكله ان الناس انا بحط التاسك وما بشوفش حل من حد، يعني دي حاجه انا مش حبيب عامه. يعني التاسك اللي فات ما فيش غير محمد اسماعيل بس هو اللي بعت لي الحل. الناس كانت بتسال انا ابعت فين، وناس كانت بتقول لي طب انا ما انا مش عارف، مع ان الناس كلها المفروض ان هي معانا في الجروب. يعني لو في حاجه انت اوريدي عارف في الفيسبوك اكاونت بتاعي، فابعت على الفيسبوك اكاونت. يعني اكيد في 100 حل غير ان انا مش مسجز من حد. فيا ريت لو في تاسك بيتحط في كل الناس تعمله، حتى انت يا علام انت اهم واحد بقى تعمل التاسك. ايه رايك بقى؟ ماشي اما نشوف. فيا ريت لو التاسك ان شاء الله انا احط تاسك النهارده، يا ريت الناس لو تعمل التاسك عشان عايز اشوف الناس وصلت معايا لغايه فين. طيب احنا هنا قلنا ان بنتكلم عن الكويري، وان خلاص لو الكونكشن فعلا اشتغلت وتدينا سكسس، السبجكت از اوريدي كرييتد اور انسرت سو ات جيف اس سكسس. او ممكن نعمل حاجه زي ما عملنا قبل كده، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ريدايركت. الناس اللي عارفه الريدايركت، قلنا احنا ممكن نعمل حاجه اسمها هيدر. لوكيشن بتاعنا هيبقى الكونتنت دوت بي اتش بي، كونتنت دوت بي اتش بي. بعد كده عملنا ريدايركت، تمام. يعني لو عمل سكسس خلاص، لو هو سكسس اوريدي انسرتد، فهيرجعنا على الهيدر على الكونتنت بي اتش بي. طبعا في حاجه ناقصه، ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها اكزيت. طبعا عارفين ازاي بن اكزيت، سوري، بن اكزيت اللوب. فاحنا لازم نأكزت، تمام. الناس تبدأ تشوف الكلام ده، يعني الناس بقى تبدأ تعمل الكلام ده وتشوف، تجربه على البراوزر. يلا هو اكيد طبعا ان هنا هو الاكاديميه بتدي شهادات للناس اللي بتعدي الكورس نظم ومعلومات. بصي هو عامه في الناس اللي بتدرس نظم ومعلومات، الناس بتاخد تقريبا، يعني على قد ما اعرف ان هما بياخدوا حاجه اسمها سي بلس وسي بلس بلس وسي شارب. الناس دي بتستخدم البروجرامنج لانجويج اكتر من السكريبتنج لانجويج عامه، او ناس بتستخدم بالظبط. لكن البي اتش بي، البي اتش بي متخصص في الويب، الويب ديزاين والويب كرييتنج. فلو انت عايزه تتخصصي في حاجه زي كده مثلا، او انت شايفه ان لو ده مجالك، او عامه اللانجويج يعني ما يمكن تقريبا ما فيش اختلاف كبير. السكريبتنج تقريبا يعني هو سكريبت واحد تقريبا، تقريبا ما فيش اختلاف يعني، لكن الاختلاف بيبقى في طريقه البروجرامينج. يعني السي بلس بلس غير السي شارب غير البي اتش بي غير الجافا غير كل حاجه ليها طريقه وواي في الاستخدام. لكن دايما انا بنصح الناس اللي بتدرس نظم ومعلومات ان هم ما يلخبطوش نفسهم،
يعني ما اكونش انا اوريدي بدرس حاجه مثلا سي بلس او سي شارب واروح اتعلم another scripting language، او ببص الاقي نفسي اتلخبطت يعني. تمام. هو عامة أنا مش عارف إذا كان في كورسات أوتوكاد ولا لأ، لكن ممكن تسأل في الأكاديمي وهم يقولوا لك إذا كان في ولا لأ. أما لمي بتسأل عن عايزة تعمل مشروع التخرج بتاعها، لو أنت مشروع التخرج هيفيد إن أنت تعمليه في الـ PHP فا أوكي، يبقى أكيد أكيد طبعا. وأكيد لو هنقدر نفيدك فأكيد هنقدر نفيدك إن شاء الله على قد ما نقدر. العفو العفو. عامة ده هيجاوبك عليه الدعم الفني، عامة الشهادة بتتاخد بعد ما بتعدي تست، بيبقى فيه فاينل تست في نهاية الكورس، وبعدين بنقول الناس اللي عدت والناس اللي قدرت ان هم يقدروا ياخدوا الشهادة، وهم اوريدي بيدوك الشهادة مطبوعة تقريبا او بيبعتوا لك الشهادة اونلاين، فدي ما فيهاش مشكلة يعني. طيب نجاوب سؤال سؤال. اول حاجة السنتكس ايرور اللي طلعت عندك يا محمد اسماعيل دي علشان الفيرجن بتاع ال SQL، وممكن تغير الفيرجن. احنا بس عايزين نتأكد الاول ان في حد عمل الكلام ده وطلع معاه correctly. انا لسه مجربش الكلام ده عندي، انا قلت ان انا لسه مجربش الكلام ده عندي، فمش عارف هو هيشتغل ولا لا، بس هو already working يعني، انا اكيد مفيش حاجة في الغلط. منيو نيم بوست، هو في سبيس بعد ايكوالز منيو نيم بوست سيمي كولونز، ما انا مفيش حاجه غلط تقريبا. محمد بيسأل الكورس هيفيدني في مدني ولا لا. برضو هقول لك يعني، انت دلوقتي في اولى هندسه مدني، لو انت شايف الكورس مفيد بالنسبة للناس اللي عايزين يشتغلوا في البروجرامينج، لكن لو انت تخصصك في حاجة تانية غير البروجرامينج فما اعتقدش ان هو ممكن يفيدك. يعني انا ما اقدرش اقول اذا كان يفيدك ولا لا، لكن انت لازم تكون عارف تخصصك ايه، انت عايز تتخصص في ايه، او انت طريقك ازاي ماشي عشان تقدر تحدد فعلا اذا كان هيفيدك ولا لا. عايز حد تاني يكون جرب الكودز، مين اللي جرب الكودز؟ اكيد طبعا يا علام اكيد. طيب انا برضو لسه بسأل، انا عايز حد يكون جرب الكودز، يعني دخل على صفحة new subject.php وحط subject name، كتب اسم subject name واداله position number 4 وخلاه visible، وبعدين عمل add subject. انت عملت كده محمد اسماعيل؟ طيب انا عايز حد تاني يكون جرب الكودز. طيب يا محمد هرجع اقول لك تاني، انت لازم انت الوحيد اللي تقدر تحدد اذا كان الكورس هيفيدك ولا لا. انت بتقول انت في سنة اولى هندسة مدني، لو انت شايف ان الكورس هيفيدك لان ده مجالك فتقدر تكمل الكورس، اما لو كان مش مجالك ومش بتحب، على رأي محمد علام زي ما بيقول ان لو انت مش حابب البرمجة عامة فما اعتقدش ان هو هيفيدك، فلازم في النهاية انت اللي هتقرر اذا كان هيفيدك ولا لا، يعني هو مجالك ولا لا. دي المحاضرة رقم يعني هي 10 في الرول، يعني هي 21 في الرول،
لكن 10 الأساسي، يعني الناس اللي فاتتها محاضرات هيكون فاتها 9 محاضرات أساسيين. العفو تحت أمره. طيب بالنسبة للناس اللي جربت الكولز، أنا متأكد إن الكولز إن شاء الله شغالة، غير إن في طريقة تانية هنا إن أنا أقدر أقول إن to catch the result، يعني ممكن نعمل حاجة هنا. إن إحنا نقول هنا كده عشان نقدر نكاتش ذا ريزولتس، ممكن نعمل فانكشن نسميه ريزولت ونخليه equals to MySQL query. ناخد control x تمام، when pass the argument of result if result succeed so تمام. دي طريقتين نقدر نعملهم، يعني كده نقدر نستخدم result، يعني كده نقدر نستخدم result ويبقى عندنا result equal to MySQL query query and connection، لكن نقدر نستخدم الاثنين، فعندنا القدرة ان نستخدم result so that we can actually know the result and if the result is been succeed so it's success and then to the header لو success هيودينا على content.php then exit if it's not it will display an error message we have display error message by subject creation failed تمام. انا يعني عايز اقول لك ان انا متاكد يا محمد يا اسماعيل ان في حاجه تقريبا في فيرجن الماي اس كيو ال بتاعك تقريبا، ان حصلت معايا مره ولما كملت كودز او لما كملت الكودز عادي عدى الموضوع ونسي ان في الموضوع دون، ما كمل معايا عادي ما فيش مشكله. اي طريقه نقدر نباس ذا ريزولتس اوت؟ ماي اس كيو ال كويري ريتيرنز ترو اور فولس، اف اتس ترو هيدينا سكسس، اف اتس نوت هيدينا ديسبلاي ايرور مسج. وقلنا ان هو لو فعلا هي سكسس هيودينا على اللوكيشن اللي هو الكونتنت دوت بي اتش بي، ان اف اتس نوت هيدينا سبمشن كوريكشن كريشن فيلد. سو ذاتس ات. So now get familiar with this. يعني خد بالك احنا بنعمل ايه علشان نقدر ن insert subject كده. دي الطريقة اللي بنقدر ن insert subject بيها. طبعا زي ما انا قلت this is not a solid way to insert subject، طبعا احنا هنعدي الحاجات فيها هتبقى المحاضرة الجاية ان شاء الله، بحيث ان انا كمان اكون قدرت اشغل البرامج بتاعتي واقدر اعمل share screen واقدر اوري الناس ال إذا كان الكودز شغالة ولا لأ. محمد إسماعيل بيقول أنا سأنزل أنهي نسخة في الـ SQL، ممكن تجرب، يعني ممكن تجرب نسخة أقدم شوية من اللي عندك، يعني ممكن تجربها وممكن تشتغل معاك. if results triple equal true do something else do something else. it's the same it's the same يا علام، بس عامة إحنا مش موضوع الطريقه في باست ذا ريزولتس. الموضوع يعني اللي جاي هو ان في هيبقى في عندي كودنج للسنجل بلوتس، دي اللي هتفرق معايا بعد كده. السنجل بلوتس هيبقى محتاج لها دي كودنج او كودنج علشان هتفرق معايا وهتعمل لي مشكله بعد كده. هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في المحاضره اللي جايه، حاجة اسمها escaping values for MySQL. آخر سطر الصح بتاعه
لا في سبيسز، في سبيسز يا محمد اسمعي، الصح بتاعه echo and then double quotes and the beginning of the paragraph with space and then close and then space and then MySQL with open and ending parentheses and then space and then close and then space and then double quotes and then the last of the paragraph, the end of the paragraph HTML tag and then the end of the double quotes. تمام تمام كده يا اسماعيل. اهو هنا في دبل كلوز، سوري. تمام. هي الدبل كلوز اللي بتاعت الباراجراف، هي الباراجراف ليها starting and ending double quotes and starting and ending double quotes. تمام. طب شوف جرب كده اشتغلت معاك يا اسماعيل. طيب يبقى زي ما قلت لك بقى، هتضطر ان انت تعمل ال SQL version بتاعك تغيره عشان ايه، يحاول ان هو يشتغل معاك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب لحد هنا يبقى احنا تقريبا كده خلصنا محاضرة النهاردة. ادم ويب، يعني انزل ادم ويب، مش لازم ادم، يعني فيرجن ادم شوية 5.4 ممكن. تمام. يبقى كده النهارده عرفنا ازاي بن insert subject، بن insert into subject. ده كان محاضرة مهمة المفروض عشان نعرف ازاي ن insert او ن create subject، ودي كانت من زي ما قلنا من crud او crud. الحاجة اللي هنعرفها زي ما قلت لكم المحاضرة اللي جاية ان في عندي حاجات هنغيرها في الكودينج، احنا بس بشكل عام عن الكودز اللي بنعملها عشان insert into subject. ان شاء الله هيبقى في تاسك النهارده، يا ريت الناس ما تنساش التاسك، هنحط التاسك في الجروب. الناس اللي عارفه الجروب او اللي مش عارفه الجروب هتاخد، هيلاقوا اللينك موجود ان شاء الله. 5.4.16 تمام. ممكن تشوف اللي قبله بقى، لو في 5.3 او 5 هتلاقي في 5.2.2 تقريبا، حاجه زي كده. ممكن تجرب اي فيرجن منه. لغايه هنا احنا يعتبر خلصنا المحاضره بتاعتنا. في حد عنده اي سؤال، اي سؤال قبل ما نخلص؟ طيب تمام. ده الجروب، الناس بقى تبدأ تنركت وتدس على الجروب، ودايما لو في أي حاجة الناس بتسأل واحنا إن شاء الله نقدر نجاوب عليها، مفيش مشكلة إن شاء الله. لغاية هنا نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. لكل الناس تكون استفادت حاجة إن شاء الله من المحاضرة. لو في حد عنده أي مشكلة بيرجع لنا على الجروب أو بيرجع على الفيسبوك عندي، هلاقي الفيسبوك عندي على الجروب برضو. لو في أي حاجة نقدر نساعد إن شاء الله. أتمنى لكل الناس التوفيق. اتفضل اتفضل يا أستاذ زهيد. اتفضل. مش فاهم يعني إيه تلات طبقات. الكونكشن، قصدك كونكشن للداتابيز، كونكشن بلس للبيزنس، بلس للفيو. لا ما اعتقدش ان احنا يعني، هو انت هو الكونكشن هو احنا نستخدم، هو انا مش فاهم يعني ايه كلاسز عامه، لكن هو انت لو بتتكلم عن الكونكتنج للداتابيز
هو الكونكتنج واحد وهو كلاس واحد. انا مش فاهم برضو ايه الكلاسز دي، الستور اند بروسيجر اوف ذا داتابيز. عامة انا ما عنديش خبرة بالداتابيز او الاس كيو ال كبيرة، انا مش فاهم ايه الكلاسات بتتكلم عنها. لكن عامة في البي اتش بي يعني بنستخدم الكونكشن او كلاس كونكشن اللي هو ده قصدك يعني. لكن البي بيزنس داون او الفيو ما انا مش فاهم، انا برضو مش قادر افهم قصدك ايه بالظبط. طيب ممكن نتكلم على الفيسبوك ماشي. لا ما اعتقدش ان هو بنفس نفس الريزولتس، لا ما اعتقدش. بس ممكن نتكلم على الفيسبوك. لا مفيش مشكلة تحت أمرك. طيب هقول شكرا لكل الناس اللي حضرت المحاضرة، كل الناس اللي سمعت، ورب كل الناس استفادت حاجة. ولو مفيش أي سؤال نقول لكل الناس شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.